فلوس. عندك حق، عشان كده انا اديت الجرين لايت لمختار انه يخلص معاهم. قول لي يا شكري بيه، الناس اللي ورا دول وقعت عليهم ازاي؟ زي ما انت وقعت عليهم بالظبط. لا انا ما وقعتش عليهم، هما دوروا عليا لحد ما لقوني، ودلوقتي انا المحامي بتاعهم الخاص وموكلهم هنا في مصر مدة طويلة قوي. اختيار موفق، لقوا الراجل المناسب اللي يبيع اي حاجة عشان المصلحة والفلوس. طب ليه طريقة الكلام دي معايا يعني؟ ولا هو الحقيقة بتزعل ولا ايه؟ ليه ما تزعلش قوي كده؟ ما الحكاية معايا زي الحكاية معاك بالظبط. انا كمان دوروا عليا واتفقوا معايا، بس انا عندي حاجة زيادة شوية على المصلحة والفلوس. عامر وبنته واللي عملوه فيك من زمان. الله ينور عليك، عشان كده دوروا عليا واتفقوا معايا. فرق الليل الطيور على اشكالها تقع. هو ده صحتك. الله ما يضرش. في ايه يا بنتي؟ اتأخرتي ليه؟ قلقتيني عليكي وبتصل بيكي وما بترديش. جرى ايه ياما؟ هو انا شغاله في الوفاء والامل؟ ده انا شغاله في كباريه. وانا قلت حاجه بس ردي على تليفونك طمنيني عليكي. حقك عليا ياما، ما تزعليش. اصل حصل موضوع كده وكنت لازم اخلص منه. موضوع ايه؟ سي اكرم. ماله الموكوس ده؟ كان عايز منك ايه تاني؟ ما تقلقيش ياما، كان لازم يسمع كلمتين عشان يحل عن سمايا بقى. وتفتكري هيحل؟ يحل بقى ولا يلزق، ماليش فيه، ما بقتش تفرق معايا. تعالي هنا قولي لي، انت عملتي ايه مع الواد ده؟ يوه، سيبيني بقى ادخل اتخمد، عايزه انام، تعبانه ومش قادره اصرف طولي. نامي يا حبيبتي وارتاحي. يا حبيبه قلبي سلامه طولك وعرضك، ربنا يكفيكي شر ولاد الحرام يا رب. تاني ماشي، قمر الدين هو حبيبي اللي انت بتعمله. اشرب بقى عشان تنسى. انت ليك نفس تهزر يعني؟ امال عايز نعمل ايه بس يا اكرم؟ اقعد جنبك وارطم على خدودي. طب ده انا اول حاجه عملتها ان انا جيت لك، قلت انت الوحيد اللي هتفهمني. تقوم تاخد الحكايه طريقه ده بدل ما تحس بيا. والله يا اخي انا فاهمك قوي وحاسس بيك قوي قوي قوي، بس انت اللي عبيط. طب اعمل ايه يا ماهر؟ تعمل ايه في ايه يالا؟ انت تحمد ربنا انك ما صورتش قتيلي لليله دي، والبنت طلعت قرحه وعرفت تلفك وتهرب من ساعه غضبك. مصيبه يا ماهر ان هي كان عندها حق في كل كلمه قالتها. يا هبل كان عندها حق في ايه؟ يا اخي كانت كسر حقها. افهم بقى يالا، كبر دماغك. ده لو حبتك الحقيقه تلفح بيها. يعني الست يوم ما بتحب بتستحمل كل حاجه من حبيبها، حتى لو كان في كل العبر. بس هي بصراحه كان عندها حق في حاجه واحده بس، انك عشمتها بالحلق، خرمت هي ودانها، وفي الاخر لقيت الحلق فلصو واستغلت اول فرصه وباعت. ليه؟ هي ما بعتش، هي هربت بعد ما انا مررت عشتها. حول الله يا رب. يا ابني هو احنا بنقول طور طول حلبوه؟ يا عم اكرم، يا عم اكرم، البت دي باعت وخانت كمان، ولو كان الواد غنيم ده طلع واد كويس ومش واطي كان زمانها دلوقتي عايشه معاه ومتهنيه وكسرت وراك 100 قلة. انت شفت ده في البلورة يعني؟ جبت الكلام ده منين؟
يا ابني الحكايه واضحه زي الشمس. يلا اللي يبيعك تبيعه وتدوس عليه بالجزمه، ما تخليش حبك ليها يعمي بصيرتك، وكفايه قوي اللي حصل لحد كده. كان نفسي ارتاح وانساها خالص وابعد، لكن مش قادر. سرطان بنت الكلب وماشي في دمي، مع اني عارف من جوايا انها ملهاش امان، لكن برضه بعشقها يا ماهر. روحي من غيرها معلوله. هقول لك ايه بس يا اخويا، ما هو لو غلاب برضه وهزم فرسان كتيره وجاب من اخرهم الارض، بس انت اكرم لازم تنساها، ما عندكش سكه تانيه، لان البت دي سكه الندامه. وخلي بالك لو فتحي عدها مره مش هيعديها تاني، مش بعيد تخسره لو فضلت تجري وراها. أنا طبعا مش هقولك تبطل تحبها، إن ده لا بإيدك ولا بإيدي، كنت أنا على الأقل قدرت أعمل كده وخلصت نفسي من اللي أنا فيه. أمال أنت عملت إيه؟ عودت نفسي على البعد. هو صحيح في الأول بيبقى صعب، بس بعد كده بتتعود. يا سيدي اعتبر ان الواد غنيم خلص عليها، وصدقني مهما كان عذابك وانت بعيد عنها هيكون اهون بكتير قوي وانت قريب منها. ما يقولش الكلام ده غير حد اتوجع قوي. طب انت عندك ألف سبب يخلوك تبعد عن ميرفت، لكن أنا ما شفتش من ليلى غير كل خير، بس كان لازم أدوس على قلبي وأبعد عنها. شفت بقى قد إيه أنا موجوع ومش قادر حتى أقول آه. الله يخرب بيت أم الحب وسنينه. بقول لك إيه؟ بقول لك يالا اجمد كده بقى وخليك راجل، ده انت لسه ياما هتشوف ايام سودة في بعدك عنها. طيب الله يبشرك بالخير يا اخويا، جبتك يا عبد المعين تعيني، لقيتك عايز تاكل جندفلي. جندفلك؟ بقول لك يا دي اكرم، انا شايف انك تقعد معايا هنا يومين، هنقعد انا وانت كده نضيع وقت وتحط همك على همي. لا يا عم، هتقعد انت تقدر فيا وانا مش ناقصك. انا هروح. خلاص يا انت تقوم تروح، وعايز كل حته في البيت عندكم تفكرك بيها، تقعد تتلوى وتصرخ من الالم وانت عمال تفتكرها. استنى لقيتك حاجه كويسه بقى، ده بتاع الاسهال والترجيع برضه، وده بتاع القولون، عايزك تفضل تفتكرها وتسهل لحد ما تتصفى. يلا يا تقوم، قوم يا قوم، روح وتقلب على جمر من النار. الله يخرب بيت معرفتك يا اخي، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت بتشوي فرخه يا ماهر. يا عم والله العظيم انا استاهل ضرب الجزمه ان انا جيت لك. تصدق بقى ان احسن حاجه ان انت عملتها انك جيت لنا، لان مفيش حد هيحس بيك ولا بالنار اللي انت كويت بيها دي. ما انا كنت فرخه قد برضه بتشوي. يلا قوم يا تروح يا يلا قوم. كنت بتاخد حاجات للقولون؟ خدت كل حاجه، مفيش فايده.
ايوه اعملي فيها مقموس وقلبلي وشك، وانت عارف ومتاكد ان انت مش بتهون عليا، والحاجات دي بتيجي على مزاجك قوي. يعني ايه بتيجي على مزاجي؟ تقصدي ان انا غاوي نكد يعني؟ غاوي تفهمني غلط. احنا هنعيده تاني يا نورهان؟ لا تاني ولا تالت. وحياتي عندك انا مش عايزك تفتح اي مواضيع، بس كل اللي انا عايزك تفهمه وتبقى متاكد منه ان اي حاجه انا بعملها بعملها عشانك، بعملها عشان بحبك. تفهمها صح تفهمها غلط، هي دي الحقيقه، اني بحبك يا حضره الضابط. لا طالما الموضوع دخل بقى في حضره الضابط ورسميات يبقى انا مضطر انسى. يعني حضره الضابط تضطرك تنسى كلام الحب والهيام والغزل، ما ينسكش اي حاجه خالص؟ بصراحه اصل انا بحب الرسميات. خلاص نمشيها رسميات. طب ممكن بعد اذنك يا حضره الضابط، عشان العسكري الغلبان اللي هو انا ملوش غيرك تاخد بالك من نفسك. طب ممكن بقى مرات حضره الضابط تخف عليها شويه عشان خاطري؟ بس كده من عينيا يا حبيبي. الله، لا طالما بقى دخلنا في عينيا وحبيبي انا هخش اخد لي دش على ما انت تنزلي تعملي لنا كده اكله حلوه وشمعتين حلوين ونقعد نتفاهم على رواقه. انا على بال ما اعمل كل اللي انت عايزه ده هطلع لك في سبع نوم. لا سبع نومة مين؟ ده النهارده السهره صباحي. صباحي؟ طب والشغل؟ اه صحيح انا عندي شغل بدري. لا غير دش بقى انا اخش انام على طول. ايه؟ ايه دي البواخه دي؟ شغل ايه؟ رجعت في كلامك؟ شغل ايه وانا عندي اهم منك؟ يلا. المراقبة السرية صورت اللي اسمها كارما دي وهي بتتمشى في المزرعة. أنا دورت بصورتها في كل ملفاتنا ما لقيتلهاش أي بيانات. يعني إيه يا سارة؟ مش هنعرف نجيب أي معلومات عن كارما وعلاقتها بفتحي؟ لا يا فندم، بإذن الله هنوصل لكل حاجة. يا جماعة إحنا بنتحرك في القضية دي ببطء شديد جدا. شكلنا بقى وحش قوي. وطبعا أنتوا قريتوا الموضوع اللي كتبته عننا الصحفية اللي اسمها مها. يا طارق بيه، اللي اسمها مها دي عمالة تتكلم وتقول كلام فارغ ملوش لازمة، وبصراحة بقى أنا شايف إنها لازم تقف عند حدها. يا فندم أنا بس لو لمحتها في المديرية ههزقها وأوقفها عند حدها. لا يا سارة، إحنا مش ناقصين مشاكل مع الصحافة. مش عايزين ندخل نفسنا في متاهات، كفاية اللي إحنا فيه. مها دي محدش يتعرض لها لا بالخير ولا بالشر. حلنا الوحيد عشان نخلص من الورطة دي نخلص مهمتنا، نقبض على التشكيل العصابي ده، ساعتها بقى هندب صباعنا في عين التخين. ايوه ايه؟ واقف فين دلوقتي؟ طيب انا جاي لك حالا. بقول لك ايه؟ حسك عينك تغيب عنك لحظه، سامع؟ وبلغني اول باول. يلا سلام. خير يا شريف؟ ايه؟ شربات يا فندم، ابتدت تظهر. طب وانت مستني ايه؟ تروح تجيبها وتجيلي على طول. حالا يا فندم. شريف، الهداوه زي ما اتفقنا. عيب يا طارق بيه، ده انا تلميذك. بعد اذنك اتفضل. وشربات دي هنستفيد منها ايه؟ سيب لنا شربات وركز انت في تقارير المراقبه، خصوصا البنت اللي اسمها كارما دي. اتفضل. اوكي. بعد اذن سيادتك. الملف ده سعادتك فيه تقرير شامل عن حالة عامل بيت طبية، وفي تقرير بيأكد إن حالته الصحية متأخرة جدا ومحتاج يعمل عملية قلب مفتوح بأسرع وقت. كنت عارف إنك هتخلص يا مختار. تلميذ سعادتك وتربية إيدك يا باشا. وتمر التربية، وعشان كده ليك عندي مكافأة كبيرة أوي. يا باشا إحنا طول عمرنا عايشين في خير سعادتك. الو، ايوه يا برهان، ازيك يا حبيبي؟ دلوقتي يا سيدي انا في ايدي تقرير عن حاله عامر الديب الصحيه. الحاله زي الزفت والحمد لله. انت فين؟ في المركز. طب كويس، مسافه السكه تكون عندك. سلام. ايه
ابدأ الإشارة. الهدف اتحرك يا فندم في اتجاه الحوش. طيب اصرف المراقبة وأنا هنزل حالا. سلامة يا شربات. دول بيطلعوا امتى دول؟ مالك يا اخويا داخل عليا والعشب هاتلك قوي كده ليه؟ انت مين يا جدعان؟ مباحث يا اختي. حصل لنا الرعب والتهديد يا مباحث، انا طول عمري عناي عايشه في السليم، لا حكومه بتهمني ولا مباحث تلمني. انا ايه يا بنت في ايه؟ انت هتقدر تحيلي ولا ايه؟ لم نفسك بدل ما لمك بطريقتي سامعه؟ وانا يعني كان ايه اللي ضمني يعني ان انت مباحث يا دلعتي؟ وماله؟ مع انه ما بيطلعش الا للغالي بس عشان تطمني. طب يا باشا يعني المباحث هتعوز مني ايه؟ ده انا مؤاخذه يعني ماشيه جنب الحيط. ماشيه بقى جنب الحيط لا مؤاخذه، ماشيه جوه الحيط، مش دي مشكلتنا. انت هتيجي معايا من سكات ومش عاوز لوكلوك وكلام كتير. يلا اجي معاك على فين بس يا باشا؟ مشوار صغير كده يا شربات، ساعه زمن وبعد كده ترجعي تيجي تشوفي حالك. يلا ماما. يلا ما تفكريش، لسه هنقضي اليوم كده تفكير ولا ايه؟ كلها ساعة زمن. يلا بدل ما اليوم يقلب على وشك. يلا يلا قدامي. مش كنت سعادتك ارتحت وسبتنا سالم الملف بنفس البرهان بيه؟ لا ارتحت ده ايه؟ ده مزاج يا مختار، مزاج. بعدين هو انا بديك الساعة لما اسلم حاجة فيها اذية لعمرو الديب بايديا. والله يا باشا عارف انك بتعملها بمزاج، اللي عمل فيك برضه مش شوية زمان. غدر بيا يا مختار، صفرني ايد ورا وايد قدام، ده انا اتبهدلت بهدلة، شفت ايام سودة. معلش يا باشا، ربنا ما يعيدها ايام. ولولا ان الظروف خدمتني وقابلت الجماعة اللي بره وعرفوا اللي حصل لي معايا واللي عملوا فيا وحسوا ان انا ممكن اساعدهم في حربهم ضده، يا عالم كان جرى لي ايه؟ كان زماني مت في الغربه بحسرتي. هو ينفع سعادتك تقول لي مين الجماعه دول وبيحاربوا عامر بيه وسعادتك هتساعدهم ازاي؟ لا ما ينفعش اقول لك، عشان انت بقيت لوكلوك لوكلوك وبتسال كتير. سيبني بقى اروح للراجل عشان اسلمه الملف. عندك حق يا باشا، اتفضل. يلا سلام يا مختار. السلام يا باشا، اتفضل. انا لا اعرف سيد ريشه ولا سيد فيشه يا سعاده البيه. شربات صدقني يا باشا، لو كنت اعرفه كنت قلت على طول. طب ده احنا يعني خدامين الحكومه يا سعاده الباشا، ده انا نفسي اخدمك بعناية الاثنين دول. بس حقيقي اللي اسمه سيد ده ما اعرفوش، السيد ريشه قال. لا انا كده مصدقك طبعا، بس انا اللي عرفته عنك ان انت ست دغري ومش بتاعت لف ودوران. الله يحفظك يا باشا. طب يعني يلزم مني اي حاجه تاني ولا ممكن اتكل على الله؟ ودي تيجي يا ست شربات، زي ما تعبناكي وجبناكي لحد هنا لازم نوصلك لحد باب بيتك بنفسك. ملوش لزوم يا باشا، انا عارفه سكتي كويس. تعال لي يا شريف. ملوش لزوم التعب ده بس يا باشا، وانا عندي عز منك اتعب له برضه. هو مره طالب ايه؟ شريف عايزك تاخد الست شربات ومنتهى الذوق والادب، تفيشها وترميها في الحجز لحد بكره الصبح على ما تفتشوا الحوش بتاعها، وانا متاكد ان انتوا هتلاقوا هناك بلاوي. ولو ما لقيتوش مفيش اكتر من البلاوي اللي عندنا اللي عايزين حد يشيلها. وبالمره بقى عشان انا شاكك فيها عايزك تلففها لي كعب داير، مين عارف ممكن نلاقي لها مصيبه هنا مصيبه هنا. ليه كده يا شربات؟ انا مش نصحتك يا بنتي وقلت لها خلي اسمك يبقى على مسمى؟ طب ليه الأذية دي بس يا سعادة الباشا؟ أذية إيه يا شربات؟ ده أنا بقولك ارتحتلك وصدقتك على طول. يلا يا حلوة يلا، حضري صبعك الحلوة بقى دي علشان تتفيش وتبقى عندنا للذكرى. أنا أعرفه يا سعادة البيه، سيد ريشة اللي أنت اتكلمت عليه أنا أعرفه، بس كان تايه عن بالي. ولقيتيه؟ لقيته يا باشا، لقيته. كان عندك بيعمل إيه؟ كانوا غطسانين عندي يا سعادة الباشا، هو واحد اسمه غنيم. بس والله العظيم يا بيه انا معرفش هم هربانين من ايه، وبعد كده البوكس كبس عليهم فهربوا منه، وانا من ساعتها لا حس ولا خبر.
ولا اعرف لهم حتى طريق جر. بعد اذنك يا شريف خليهم يجيبوا لنا ليمون للست شربات عشان تهدى كده وتصحصح معانا. هتهدى يا باشا. بعد اذنك. اقعدي يا ست شربات. اقعدي واقفه ليه؟ ربنا يكبر بخاطرك يا باشا ويعلي مراتبك كمان وكمان. شوف يا شربات، احنا زي ما بنعرف نأذي المؤذي بنعرف برضه نساعد الناس الكويسه اللي بتساعدنا. وانا احساسي بيقول لي ان انت تستاهلي المساعده. ولا انا احساسي مش في محله؟ في محله، في محله يا باشا. انا من ايدك دي لايدك دي. ادخل. شكرا يا ابني. اشربي يا شربات. اشربي واهدي كده. اشربي. عايزك تحكي لي على كل حاجه. مالك مبتسم قوي كده ليه؟ يا سلام يا ساره لو تشوف الدخله اللي داخلها طارق بيها على الست اللي اسمها شربات دي. دخل عليها دخله في ثانيه الا ثانيه، راح جاي ملبشها وحجمها ومن غير ما لا يغلط فيها ولا يقول لها كلمه مالهاش لازمه، خلاها خاتم في صباعه. اما طارق بيه ده مدرسه. طب ما تعرفش طارق بيه كان عايز الست اللي اسمها شربات دي في ايه؟ وما دام سيد معرفه قديمه يبقى زي ما اختفى هيظهر تاني او يحاول يتصل بيكي. ساعتها بقى انا عايزك تسايريه وتجاريه. بس كده يا سعاده الباشا ابقى خاينه للعيش والملح والعشره اللي بينا. بالعكس يا شربات، ده انت كده بتخدمي سيد. اصل احنا سيد نفسه ما يهمناش، احنا اللي يهمنا صاحبه عامل جرايم وبلاوي متلتله. واظن بقى غنيم ده ما يخصكيش. ولا يفرق معايا ولا اعرفه اصلا يا باشا. يبقى اتفقنا، سيدي يكلمك هتكلميني على طول، وانا هجيب غنيم بطريقتي واطلعك انتي وسيد زي الشعره بالعجينه قبل ما يورطكوا في جرايم ما نعرفش نخرجكوا منها. قلت ايه؟ استبينا يا باشا، اول ما سيد يظهر هتلاقيني بكلم سيادتك على طول. وانا هصدقك يا شربات، بس يكون في علمك لو لعبتي بديلك ولا جيتي كده ولا كده وسيد اختفى أنا هلبسك معاهم شريكة في كل الجرائم اللي عملوها، وهبعتك رحلة طويلة كده للقناطر. إيه يا باشا بس الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ طب واللي خلق الخلق يا باشا؟ لغيك أول ما سيد يظهر ولا يتصل بيا؟ أنا المهم إن أنا وسيد هنبقى في السليم بعد الموضوع ده، لأنه يا باشا يا روح ما بعدك روح، وبعدين ده أنتوا الحكومة ولازم نشتري خاطركم. ده الحكومة غالية علينا قوي يا سعادة البيه. كده تمام يا شربات، اشربي بقى الليمون بتاعك. هايل هايل يا شكري. الملف ده هيبقى سيف على رقبة عامر الديب، هيهز مركزه في السوق المصري كله. خد بالك انا دفعت كتير قوي في الملف ده، عايزين نستفيد منه صح؟ طب طمن يا شكري، انت اول ما اتصلت بيا وقلت لي انك جاهز اتصلت بواحدة صحفية معرفة تموت في الاخبار الحراقة، زمانها جاي على فكرة. يا ترى مال ايدك منها؟ يعني هتعمل اللي احنا عايزينه بالظبط؟ عيب يا شكري بيه، عيب. بكرة ما الموضوع يتنشر ويقلب الدنيا فوق دماغ عامر ده هتعرف انك بلعب صح، صح قوي كمان، وان اختياراتي كمان كلها مظبوطة. وليك عليا يا سيدي، أول ما عامر يقع في الدوامة دي هنتهز أنا الفرصة ولاعب نورهان بطريقتي. هذلها لغاية لما تجيلي ركعة وتقولي طلباتك، وساعتها هنعرف نسويهم صح. يعني أبدأ في قضية ضم البنت فورا يا برهان، فورا. أنا عايز الضربات تبقى عليهم من كل ناحية ومش عارفين هي جاية منين لحد ما نديهم الضربة القاضية. ازيك يا بسمة؟ أهلا يا ماما، عاملة إيه؟ أنا حلوة، أظن أنا كده بقى جيت في ميعادي. برافو عليكي، مواعيدك مظبوطة، هو برهان بيه مستنيكي جوه. طب يلا بينا. مساء الخير يا استاذنا. اهلا يا مها، اهلا. اتفضلي. طبعا شكري بيه غني عن التعريف يا استاذ برهان. يا ستي انا متشكر قوي، بس انت تعرفيني منين بقى بالظبط؟ انا الصحفيه اللي كنت بغطي حادثه اقتحام مجموعه عامر، واللي سبق واتهم حضرتك فيها بانك كنت المحرر. اتهام باطل وظالم، ورغم كل الضغوط اللي كانت على شكري بيه، لكن ما كانش في اي دليل ضده. على فكره انا حضرت معاه التحقيق واثبت براءته وتم صرف مصاري النيابه.
وطبعا الضغوط دي اللي مارسها عليه الضابط طارق الرفاعي اللي هو يبقى جوز بنت عامر الديب وفي نفس الوقت ماسك القضيه وبيحقق فيها. الله، ده انت عارفه كل حاجه اهو. امال يا شكري بيه، ده شغلي انا، نخور في كل حاجه لغايه لما اجيب اخرها. انا حتى لسه عامله موضوع عن الحكايه دي، فشل الضابط طارق الرفاعي في القبض على التشكيل العصابي اللي بيقوم بكل الجرائم اللي فاتت دي، ده غير كمان بقى استغلاله النفوذ وسلطته في اتهام ناس محترمين كده زي سيادتك، كل ده مجامله لحماه. الله 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 الله، ده اختيار هايل يا برهان بيه. مش قلت لك يا شكر بيه انا ما بلعبش يا حبيبي؟ اختيار ايه يا استاذنا؟ شوفي يا نسمة، انت اثرت عليا السكه لما عرفت كل المواضيع دي. انا عندي خبطه صحفيه، لو اهتمت بيها هتفرق معاك قوي في مستقبلك الصحفي. وانا تحت امرك يا استاذنا في اي حاجه، وبعدين حضرتك مجربني قبل كده وعارف انا ما بسيبش اي فرصه تعدي من تحت ايدي. بس ممكن افهم بقى ايه الموضوع بالظبط؟ انا عايز اكتب كل حاجه باسم نورهان، يتكتبوا بعقود مسجله. سعادتك بس دي خطوه لازم تبقى مدروسه كويس، حضرتك دارسها كويس؟ يا شاوي انت عارف كويس قوي ان انا طول عمري ما بعملش اي حاجه الا اذا كنت دارسها كويس قوي. وبعدين انا خلاص الواحد ما عادش ضامن عمره، فيبقى على الاقل امنهم في حياه عيني وانا لسه عايش واطمن عليهم. ربنا يديك الصحه والعافيه يا عامر بيه. خلاص يا شاوي جهزي العقود وجيبها عشان امضيها وبعدين نسجلها. عموما حضرتك سيب لي يومين ثلاثه والعقود تبقى جاهزه. طبعا يا شاوي انت مش محتاج توصيه، محدش ياخد خبر بالموضوع ده، انا عايز الموضوع ده تعمله بسريه تامه يعني عشان ما يحصلش قلق وبلبله. كفايه القلق اللي احنا داخلين عليه الفتره اللي جايه. قلق؟ قلق ايه سعادتك؟ مالكش دعوه انت بالموضوع ده، المهم دلوقتي ان انت تنفذ اللي انا قلت لك عليه. مش عايز اي حد ياخد اي خبر بالموضوع ده، وتنفذه بسرعه وفي سريه تامه. اظن كده انت اطمنت يا مها ان ده مش مجرد اي كلام، لا دي تقارير طبيه يعني كله بالمستندات. اكيد، بس يا برهان بيه دي حكايه مش سهله خالص، دي ممكن تعمل قلق كبير قوي. عامر الديب ده من اكبر رجال الاعمال واسهمه في البورصه دايما كسبانه ومضمونه، فنشر بقى موضوع زي ده ممكن يخلي اسهمه تنزل الارض. اسهمه بس دي ممكن تاثر على البورصه كلها كمان. دي مش اخبار يا استاذه، دي حقيقه. اذا كنت يا مها قلقانه ومش مقدره قيمه التقارير دي قولي لي من الاول وانا اشوف اي حد تاني يقدرها. لا حد تاني؟ حد تاني ده ايه؟ أنا خلاص هنشر، هنشر كمان وبقلب جامد، إحنا مش معانا الأوراق، وإحنا يعني كل اللي يهمنا إيه غير إن الحقيقة توصل لكل الناس. طب ما الحقيقة بين إيديك أهي واضحة زي الشمس، مستنية إيه بقى؟ بالمعدول داخلين في رمضان
مقلوب على طول والبني ادمين مش مش لاقين جوكر ولا داخلين في مزاد بيني يا سواد وبيني يا بياض واللي بيصطاد بكره هيتصاد ما تخاف